اتفضل. شكرا. هلا عملنا الشاي، قلت بجيب لك اياه سخن. شكرا. ليش عذبتي حالك؟ ما كان في داعي. مليكة او فريدة كانوا جابوا الشاي. لا ما عذبت حالي ولا يهمك، بعدين القعدة الطويلة كمان مانا منيحة، اصلا مليكة مشغولة وفريدة من شوي طلعت. دق لي واحد بده يشتري بيتنا بالضيعة، وللأسف ما فيني روح، لهيك طلبت من فريدة تروح بدالي، وحكمة بيك الله يخليه عطاها إذن. ما تاكل هم أبدا، رح ساعد مليكة ودير بالي على الولد بين ما ترجع، انت خليك مطمئن. صحة وهنا. شو بك نارين؟ فيكي شي؟ شو القصة؟ ليش كنتي عم تعيطي؟ مين قفل الباب علي؟ كان مقفول الباب؟ ايه كنت عم بفتحه وما عم يفتح. ايه طيب كيف طلعتي لك؟ ما بعرف. شو رجعت؟ مين؟ امك. لا ما رجعت لسه. نارين؟ مبينة كتير متوترة، لا ترعبيني، شو صاير؟ احكيلي شوفي. كنت عم بسمع صوتها وهي عم تغني. أمي عم تغني؟ ما بعرف كومرو، ما بعرف. حبيبتي ليكي ما في حدا هون، يمكن أنتي عم تتخيلي. شو بكي نارين؟ شوفي. ما في شي. متأكدة؟ اي متأكدة. تعي لأهدك على غرفتك ترتاحي. انا منيحة، لا تكبر الموضوع. تعي معي. اطلعي بالسيارة، عامل لك اطلعي. انا ما كان بدي اطلع، بس مرت اخي طلبت مني مشان البيت. ما تشرحي لي شي، طالما انه هداك المجرم لسه ما انمسك ما في شي بيبرر طلعتك ابدا. قد ما حكيت بتعملي اللي براسك، انا فقدت الامل منك. يلا اطلعي بالسيارة. ما رح يسترجي يعمل شي، أنا مضطرة أروح. ما رح كون لحالي، رح أطلع بباص في كتير ناس، المكان ما نو بعيد. ما عم بفهم عليك، أنت بتحبي المشاكل؟ ها؟ تستمتعي لما توقعي بمصيبة؟ لأني وعدتها لمرت أخي. طيب ماشي، معناتها منروح مع بعض ومنرجع. لا لا ما بيصير. كيف يعني بدنا نروح مع بعض؟ أهلين سفر، جبت كل شيء؟ ايه جبت كل القائمة. مليكة سيارة أمير ما شفتها برا، راح يعني؟ طلع من شوي. يا الله، كان بدي صلح شغلي بالسيارة على أساس بعد ما أرجع من السوق اشتغل فيها. يلا خير، بس يرجع بصلحها.
ما في داعي تضيع وقتك، بس وصلني على الكراج وأنا بطلع بالباص، هيك أحسن، ما في داعي تتعب حالك. وأنت لا تتعبي لسانك على الفاضي. ليش عم تحميني؟ ماني بحاجة لحدا يحميني ويدافع عني، مو مضطر تعمل هيك. ايه شفت قبل انك مو بحاجة. يلا تحكي. بكفي خلاص. ناري بعدي، شو بك ليش هيك عم تعملي؟ انا ليش هيك عم بعمل؟ سألي حالك انت اللي شو عم تعملي؟ شو مشكلتك معي؟ شو عم تحاولي تساوي؟ لسه ما قلتي لي شو؟ لوين بدك تروحي؟ شو اسم ضيعتك؟ هلا رح نطلع على الأوتوستراد ولازم أعرف. ما بتعرف؟ ومن وين بدي أعرف؟ ليش أنا أساساً شو بعرف عنك؟ تفضل. سبانجا. ضايق نفسك؟ هيك أحسن؟ ايه أحسن، شكراً كتير. واقف؟ لا أنا منيحة. من أنا وصغيرة بتضايق بالسيارة، خاصة بالسرعة. فخرية طالعي ما سال. تعي يا روحي، خلينا نطلع نغسل ونلبس تياب نظيفة. أنا هلأ أجيت، ما كنت هون، شو صاير؟ لا تكذبي، أنت كنتي هون، سمعت صوتك. نارين اهدي شوي، اشرحي لي شو صار على مهلك. كل ما اكون لحالي بسمع صوتها، بسمع صوتها عم تغني مشان توجعني. عن جد عم تحكي؟ سمعتيها عم تغني؟ ايه. وامتى اخر مره؟ من شوي. ناري مستحيل، الست منور ما كانت بالبيت. انا سمعت صوتها، كانت عم تغني، أنا متأكدة إنه هاد صوتها.
أنا ما بعرف سؤال مهلي. مو مشكلة، أنا منيحة. منيحة؟ شوفي وشك قديش أصفر. أصفر؟ هاي مراية. هلا بتحصن. ليش وقفت؟ انزلي غسلي وشي. لا ما في داعي. خلصيني يلا انزلي. عم تغني وانه اللي سمعته صوتها. طيب حاولي تهدي هلا وما تفكري باي شيء. ممكن انا حاسه حالي رح جن. بحلف لك انه اللي سمعته صوتها. امي طولي بالك، لا تزعلي حالك، نحن لازم نتفهمها. كل يوم حالتها النفسيه عم تسوء، اللي مرت فيه مانو قليل. الله يعينها، عايشة بعتمة وما عم تقدر تطلع منها، عقلها بيكون مشوش. ما عنا حل غير نوقف جنبها ونتفهمها. برأيي نارين تعبانة ولازم يشوفها طبيب نفسي. ألو؟ إيه دكتور؟ معك منور. لا ما قلت لبنتي، قلت لي بتحتفظ فيهن بعلبة خاصة بالأعضاء. معناتها خلينا نعمل أول خطوة حالية، ومثل ما حكينا أنا بعدين بحاول أني أقنع لبنتي. الجمعة. تمام اتفقنا، يلا سلام. والله وقعت السمكة. والله جد؟ وعدت الجمعة، انتي وكل الفريق جازوا حالكم. يلا لإمتى بدي استنى؟ جاية فورا.
يا الله. هاي مشان تكمل. لأيمت بدك تضلي ما تنتبهي؟ آسفة، رح نطفو ونمشي فورا. في محارم بالسيارة. لا هيك كتير. معناها كتر المحارم مشان ننظف الاثنين. لا شكرا، بوطي ما توسخ كتير. ما تفكري اني ما انتبهت لضحكتك. انا بعتذر. ليش ما قلتي انك بتتضايقي بالسيارة؟ لو انك حكيتي كنا لقينا حل تاني، بس بتحبي المشاكل. مشان ما ضايقك. طلعي قدامك، لأنه أنت بدك تدليني على الطريق. لقدامه منلف. كلياتكن عم تفكروا أنه هي تهيؤات. عم تقولوا نارين فقدت عقلها وصارت مجنونة. لا، ما حدا هيك عم بيقول. نحن بس قلقانين عليكي، وقلقنا هذا طبيعي. بس الصوت كان كتير حقيقي، أنا متأكدة إني سمعته. عم تغني غنية طفولتي. نارين، أنت عم تضغطي على حالك وعم تسوق حالتك أكتر. رح ألغي العشاء بكرة ورح نروح على الدكتور. لا، ما في داعي تلغيه أو تأجله، أنا منيحة. اللي عشتي مانو قليل أبداً، لهيك اللي عم بيصير طبيعي كتير. مو غلط دكتور يساعدك. أنا تعبانة هالكم يوم ولازمني شوية راحة. هلأ بريح راسي وبجرب نام، وبكرة بدنا نروح على العشاء مع بعض. ما بدي اياك تتعطل، اتفقنا؟ الاستشارة النفسية مانا غلط. انتي دكتورة وبتعرفي بهالموضوع. ايه بس مشان شو؟ لو سمحت خلص، انا منيحة. ما وصلنا، ليش وقفت؟ بدي جيب مي. بدك؟ لا. قديش بقيان لنوصل؟ لسه شوي. فريدة،
الباقية بحياتك. ما قدرت عزيك. حياتك الباقية نورهان، الله يسلمك. طيب وشو عم تعملي هلا؟ وين قاعدة؟ قدرتي تلاقي شغل؟ بعد ما طلعتي من السجن أكيد صعب تلاقي. أنا منيحة شكراً. فريدة مين هاد؟ مبين غني كتير من السيارة اللي راكبها. ولا شي، معرفة قديمة. ما شاء الله وحليوة كمان. آسفة نحن مستعجلين، انبسطت إني شفتك، سلميلي على الكل. بيوصل، الله يسلمك. صدقني كمال، عن جد ما فيني شيء ابدا. اكيد مصدقك، بس انت عم تعيشي ايام صعبه ومو غلط تشوفي حدا اختصاصي. كمال طيب، ومشان العشاء بدنا نروح انا وياك. بوعدك ما احرجك ويكون كل شيء تمام. شو هالحكي هاد؟ انت ما بتحرجيني. ليكي المهم انك تكوني مرتاحه. شكرا كتير. حتركك هلا، اذا بدك اي شيء ناديلي فورا. كنا نعلق مرجوحة هون بالصيف. تفضل. أنا اللي بدي أشتري. خلي اللي بده يشتري يجي. خلينا نخلص القصة ونرجع. ألو مرحبا، أنا صرت بسبانجا، إمتى رح تجي؟ كيف يعني بكرة؟ مرت أخي خبرتك إني أنا جاي؟ ما بيصير هذا الحكي، أنا أجيت مشان البيع. ليش ما حكيت؟ كنت أجلت جيتي. طيب ماشي على خير. شو صار؟ قال لبكره ليجي. تفضل. كيفك ناري؟ فينا نحكي؟ طبعا. بس ما أكون فيقتك. لا ما نمت. حبيبتي أنا فهمانتك منيح، يعني حاسة فيكي وبعرف إنه يلي عم تمر فيه مو سهل بنوب.
كل المشاكل اجت ورا بعضها، لهيك عم تحسي بالعجز. لما اطلع عليكي من بعيد بتعرفي شو بشوف؟ مرة محاربة وقوية، مرة قد حالة. ولما حط حالي مكانك، أنا أكيد رح كون أضعف. بكفي وافقتي تروحي على العشاء مع كمال. إيه أنا وافقت، بس ماني متأكدة إذا رح أعرف أتصرف. شو هالحكي هاد؟ رح تعرفي تتصرفي، أنت شخصيتك قوية وبتدبري حالك كمان. ما بعرف، خطر على بالي شغلة يمكن بتساعدك مشان روحتك على العشاء اليوم. شو هي؟ عن جد عم تحكي؟ مفكر العالم على كيفه؟ بعد ما اجينا عم بيقول لبكرة؟ إذا كان هو غبي، أنت ليش ما تأكدتي قبل ما تجي لهون؟ أنا ما توقعت يأجل، لا تواخذني. طلعي بالسيارة. بدنا نرجع؟ لكان برأيك أنا ممكن أقعد استنى هون لبكرة؟ أصلاً كان غلط إنه نجي. دق له مرة تانية، بلكي بيجي. ما عندي وقت لحتى استنى هذا الغبي ليغير رأيه، ماني فاضي. أصلاً ما بظن إنه في حدا بيشتري هاي الخرابة. يلا طلعي بالسيارة. بس هي الخرابة هي بيت أهلي، تعرف قديش موجوعة وأنا عم بيعه؟ فرحي لكان، هاي ما نباع، تفضلي. يلا طلعي. شو هالحالة هاي؟ اجينا على الفاضي. هاي شو صار لك؟ هذا اللي كان ناقص مشان تكمل. طمنيني عنك، وصلتي؟ مشغول بالي لأنك لحالك، دقيلي بس تشوفي رسالتي. على شو عم تدور؟ ها؟ يا ترى أبوك لحق على فريدة؟ فضولي رح يقتلني. يمكن الخبر عنده. استنى لا تكون عم تحكي مع أبوك، بدي أعرف منه. لازمك شي؟ مو كنتي قاعدة عندي جيت؟ كان بدي اياكي لأنه هلأ فقلت لأجي خبرك. أي لساتك موجوعة؟ ايه والله شكلها ردة قوية. قعدي وارتاحي، أنا بشوفي جيت. تشربي قهوتك هون ولا؟ بشربها مع الست أويا. ايه تفضلي. تمام ماشي، الله معك، تفضلي قهوتك. عن جد شو صار لفجأة؟ أنا بعتذر، دايما بسبب لك مشاكل. أي مشكلة؟
على اي مشكلة عم تعتذري بالضبط؟ هداك الواطي حر هلا وممكن يطلع بوشنا باي لحظة، وانتي كنتي بدك تجي لهون لحالك. انتي ما في فائدة من الحكي. ليش انا جبرتك تجي لهون؟ هلا هيك بتردي لجميل؟ اجيت لأحميكي من مصيبة. قلت لك قبل شوي انا فيني احمي حالي، ماني بحاجة لحدا. ذكرك اني كنت رح موت بسببك؟ واخيرا. مرحبا. خير، شو المشكلة؟ ما بعرف، فجأة ما عاد اشتغلت. طيب يا الله، وهي خلص شحن موبايلي. في عطل بالفرامات. طيب وقديش بده ليتصلح؟ بدي شي ساعتين تقريبا. بدها ساعتين؟ طيب بلش فورا. هون ما بقدر، لازم اخذها على الورشة. شو هالحكي؟ معناتها بدها وقت أكثر. أنا باخدها وبرجع، خليك ناطرني هون. مو أنا يلي عطلتها. لما بكون لحالي ما بحب اشرب قهوة، لهيك لما شفتك قلت بجيب قهوتي وبشربها معك. اي برافو عليكي. انتبهت انك كنتي عم تحكي عن الموبايل، بس ما تكوني سكرتي لانه انا اجيت. صدقيني انا ماني حابة ازعجك ابدا. لا اصلا خلصت. غريبة، البيت اليوم كتير هادي، يمكن حكمة بيك والسيد أمير بالشغل. تعرفي أنا كان مشغول بالي وقلقانة، كنت كل الوقت قلقانة على فريدة وشو عم تعمل بحياتها، بس لما تعرفت عليكن وشفت أخلاقكن العالية ومعاملتكن لفريدة. طيب فريدة ما كانت مرتاحة عند أهلها؟ بلا، كانت مرتاحة. أخوها كان يحبها كتير ويخاف عليها من نسمة الهوى، وأنا كمان ما قصرت معها أبداً. سمعتك عم تقولي إنه أجاها عرسان كتير. مزبوط، كتار طلبوها، يعني في المتعلم واللي مو متعلم، وفي الغني كمان وصاحب الأراضي، في أشكال ألوان. بس لا، فريدة ما قبلت بحدا. إذا هيك معناتها أكيد بتحب حدا تاني. معقول؟ لا أبداً، أصلاً فريدة ما بتحب بسهولة. كنت أقول هاي البنت ما رح تتزوج، بس غيرت رأيي لما شفتها بيناتكن، لأنه عندكن كتير متغيرة. إيه صايرة عاقلة وهادية وما في منها. إذا ممكن ست أويا، حابة أقلك شغلة من وقت ما إجيت. من كل قلبي معجبة بشخصيتك المميزة وأصالتك. تفضل. ما في داعي، هون منيح. بس انت لازم ترتاح، لا تنسى جرحك كمان. هي الصالون والحمام من هون، رح جرب، اكيد ما في كهرباء.
يمكن لازم ارفع القاطع. رفعته. دائما ما بتنتبهي. ها، وأنا رح أقعد جنبك، رح أتدرب أنا وياكي على الأكل. جاهزة؟ أهم شي لا تتوتري روقي، أصلا ما في حدا غيرنا. فخرية معنا هون؟ هي ومسال راحوا يجيبوا غراض، وأمي بالجنينة، وكمال يمكن فوق بالمكتب. خلينا نجرب، رح نجرب الشوكي والسكين. لا أيهم بدون ما تتلبكي. يلا هي الشوكة وهي السكين. عن جد أنتي بتجنني، كيف لقيتيهم دغري؟ هلأ جربي تلاقي الكاسة. شايفة ما أحلاكي؟ برافو. كأنه ماشي حالي. بتجنني مو بس ماشي حالي. جوعتيني على فكرة. برافو. لا لا، أكيد ما تراجعت، لساتنا على موعدنا بكرة. ومثل ما قلت لك، أنا مو بس بقدم لعيوني، أنا بعطيها روحي. إيه بس أنا عم بتصل فيك لأسألك إذا في تعليمات أو شي ساوي قبل العملية. ما في شي؟ تمام تمام، معناتها بكرة على موعدنا. شكلها ماشية الأمور، مانا مترددة أبداً وحاسمة قرارها، والمهم إن مانا ناوية أبداً تخبر حدا. بس مع هيك لازم ننتبه، القصة مو لعبة. مفكرة بكرة رح تتبرع بعيونها وتصير عمية، بس هي من الأساس مو شايفة قدامها. إيه هي شغلتنا، نلاقي هدول الناس ونستفيد من كل شي فيها. قلب، رئتين، كبد، كلية. هي بتفكر حالها عم تضحي ونحن منستفيد. يعني المرة الماضية تلبكنا وصار مشكلة. انتبه، ما بدي هذا الشيء يتكرر. خلص اطمن، ما رح يصير أي مشكلة. ممتاز ممتاز.